اهلا بكم مشاهدي بلقيس للحلقه الثانيه من برنامج المنصه الذي يفتح افاق التواصل المباشر معكم، نتشارك معكم همومكم وقضاياكم. في هذه الحلقه من برنامج المنصه نسلط الاضواء على موضوعين مهمين يرتبطان بحياه شريحه واسعه من الشعب اليمني. في كل محور ستشاركون مباشره عبر الاتصال ومنصات التواصل وعبر العناوين والروابط الظاهره تباعا على الشاشه. المحور الأول نتناول فيه أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على معيشة الناس واستغلال بعض التجار لموجة انهيار الريال نتيجة ارتفاع سعر الدولار. ما الحلول الممكنة لتدارك الانهيار الاقتصادي الكلي؟ الأمر الذي يفتح التساؤل عن من الذي ينبغي اتخاذه لتدارك الوضع الإنساني الآخذ في الانهيار حتى بات 16 مليون يمني بحاجة للإغاثة العاجلة. عن هذا الموضوع نشاهد التقرير التالي الذي عده الزميل ودي عطا، بعده نستقبل اتصالاتكم ونعرض ما وصلنا منكم من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل. من بين الأزمات يتولد الأمل، وفيها أيضا تنكشف معادن التجار، فثمة من يعتبرها اختبارا أخلاقيا ليقوم بدور إنساني وطني، وهناك من يعتبرها فرصة للثراء الفاحش على حساب المواطنين. في ظرف زمني تجاوز فيه عدد اليمنيين المستحقين للإغاثة الإنسانية 16 مليون نسمة، وفي ظل انهيار غير مسبوق لسعر صرف الريال حدا قارب 400 ريال للدولار الواحد، يسارع بعض التجار الجشعين لاستثمار الوضع والمبادرة لرفع الأسعار بشكل تصاعدي. موجة غلاء ضاعفت من وجع المواطن ووسعت من رقعة الفقر، وحدهم البسطاء من معدومي الدخل يدفعون الثمن الأبهض لجنون الحرب من استقرارهم النفسي والمعيشي. غلاء يثقل كاهل الفقراء ويزيد من أعبائهم الأسرية، حالة عوز طالت أكثر من 80% من إجمالي السكان. ورغم حملات الإغاثة الوافدة للمنافذ والموانئ اليمنية، إلا أن الميليشيا حالت دون استفادة 42 مديرية منها وفقا للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي أعلن أن اليمن يواجه أكبر حالة طوارئ في ظل انعدام الأمن الغذائي. وضع دفع الشقيقة السعودية لإعلان استعدادها لإيداع 2 مليار دولار لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار وليستعيد الريال عافيته. إلا أن السؤال الأهم الذي يطرحه الشارع اليمني، لماذا ينخفض كل شيء إلا الأسعار وترخص الدماء بينما ترتفع قيمة الخبز والدواء؟ نبدأ باستقبال مشاركاتكم مباشرة عبر الهاتف، ولدينا اتصال من صنعاء الأخ مشير اليماني. أهلا بك أخي مشير. طيب فقدنا الاتصال، كان لدينا اتصال من صنعاء مشير اليماني. اذا معاناة المواطن اليمني للاسف في ازدياد، وجه من اوجه المعاناة موضوع غلاء الاسعار وارتفاعه بشكل جنوني. اتصال اذكر فقط ان على الشاشة تباعا ستظهر الوسائل المتاحة لكم للتواصل معنا في البرنامج على الهواء مباشرة، سواء من رقم الهاتف أو عبر خدمة الإيمو، وأيضا بإمكانكم إرسال مشاركاتكم عبر صفحة البرنامج كتعليقات. معنا اتصال مشير اليماني من صنعاء. أهلا بك يا مشير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أخي مشير. نتناقش في الموضوع الأول حول غلاء الأسعار، هذه المعاناة الأخرى والإضافية على المواطن اليمني، باعتقادك ما هي أو ما هو تصورك لأسباب الغلاء؟ بداية نشكركم أخي العزيز في قناة بلقية صوت اليمنيين على إتاحة هذه الفرصة لنقل معاناة المواطنين. طبعا الوضع الاقتصادي هنا في العاصمة صنعاء نزل جدا، وأرى أن أسباب الغلاء هنا هي التلاعب المدلج وايضا من السلطات الحاليه في العاصمه صنعاء من تجار الحروب الذين يستفيدون المواطنين ويستفيدون من الغلاء المتسارح والمتزايد للدفع بالمواطنين والجد بهم في الجبهات المواليه لهم. انا احاول، كنت اسمعك الصوت عندي مش واضح كثير. ايضا هناك سبب اخر، وجدال من البنك المركزي، كان البنك يمتلك قرابه 5 مليار دولار، لكن الشرعيه بسبب لم تتمكن الى الان تعال قابل 300 مليون. وبقيه المصدر الاحتياطي تم من هدول الميليشيا، وهذا طبعا اثر ازمه اقتصاديه كبيره على الاقتصاد الوطني.
طيب الآن باعتقادك من هو قادر على حل هذه المشكلة والأزمة؟ تسمعني مشير؟ تحدثت أنت عن رؤيتك لأسباب هذه الأزمة، هل باعتقادك ما زال هناك مجال لتفادي هذه الأزمة ووقفها والحد من معاناة الناس؟ لم أسمع الصوت. طيب شكرا لك مشير اليماني. صوتي أتمنى من الزملاء في الكنترول مراعاة هذه المشكلة، لا يسمعني عندما أتحدث. شكرا لك مشير اليماني. إذا كان لدينا اتصال آخر حول الموضوع، موضوع غلاء الأسعار، هذه المعاناة التي يعاني منها اليمنيين، أيضا معاناة إضافية ربما لها أسباب عدة شرحنا. طيب سنعود لاستقبال اتصالاتكم. الآن سنشاهد مادة ومشاركة وصلتنا عبر الواتساب، وصلتنا من بعض المشاهدين، نتابعها ومن ثم نعود. غلاء الأسعار كابوس يؤرق من معيشة الناس ويزيد من معاناتهم المأساوية، وخصوصا فئة الفقراء الذين يعانون من مجاعة حادة. فغلاء الأسعار أثر على كاهل المواطن بشكل فظيع في ظل الأوضاع الذي تمر به البلاد، فما علينا إلا الصبر لإزالة ما تبقى من الجرثومة الانقلابية التي تسببت في غلاء الأسعار في الوقت الذي تعالج فيه الشرعية على معاناة المواطن من خلال صرف المرتبات. طبعا الغلاء في اليمن كان متفشي، والبطالة والفقر يعني منتشرة بشكل كبير حتى قبل الانقلاب، ولكن جاء الانقلاب وزاد من الطين بلة، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وأثقلت كاهل المواطن اليمني، حتى أصبحت كثير من الأسر تعيش وضعا مأساويا للغاية. والدور الحكومي ينبغي أن يكون يعني كبيرا في هذا الجانب، حيث أن اليمن تصنف إلى حد الآن من أقل الدول التي تحصل على المساعدات الخارجية. تزداد معاناة المواطن اليمني مع مرور الأيام بسبب أول الحرب، وما خلفته انقلاب الميليشيات، ميليشيات الحوثي مع الرئيس المخلوع، وبالإضافة إلى الاقتصاد، تدهور الاقتصاد اليمني، الغلاء وتأخر الرواتب وانهيار العملة اليمنية أدى إلى تفاقم الأوضاع وزيادتها، وأصبح المواطن اليمني يعيش وضع اقتصادي للأسف يعني تقدر تقول يصل إلى حد كارثي، يحنب مثلا ما يلقى المواطن اليمني قطعة خبز. الدكاترة الجامعيين السياسيين خاصة من هم في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. إذن تابعنا بعض من المشاركات التي وصلتنا عبر خدمة الواتساب حول الموضوع، يعني بإمكانكم في كل مواضيع الحلقات القادمة من برنامج المنصة المشاركة معنا بهذه الطريقة، التسجيل لنفسك والتصوير مقطع فيديو لا يزيد عن دقيقة حول المواضيع المطروحة للنقاش. الآن نعود لاستقبال اتصالاتكم حول الموضوع. لدينا اتصال من الرياض، الأخ منير علي سيف. أهلا بك منير. منير من الرياض، تسمعنا منير؟ يبدو أن أيضا هناك إشكالية في التواصل مع منير. طيب اتصال آخر، حمزة. أخ حمزة، من تعز. أهلا وسهلا أخ حمزة، تعليقك على الموضوع. نعم. تسمعني حمزة؟ نعم نعم. تفضل. أنه بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني، قام التجار برفع أسعار المواد الأساسية في حياة المواطنين، لكن للأسف بعض هؤلاء التجار عند انخفاض الدولار تظل الأسعار كما هي مرتفعة بسبب عدم وجود رقابة. لم نحصل على الأمن والأمان، كيف بالرقابة؟ فبارتفاع سعر الدولار تكثر ظواهر السرقة والإحتيال، فمثلا يأتيك بدراجة نارية أو يأتي بأي شكل كان ويهددك بالقتل، ثم يأخذ كل ما معك ويذهب. المواطنين أصبحوا اليوم على حافة الجوع بسبب عدم وجود الرواتب لمدة 6 أشهر. اليوم تجد الموظف أو الدكتور أو المعلم أو المهندس يعمل في مخبز أو يبيع الذرة لكي يوفر لأبنائه قوت يومه. طيب أنت حدثت وأشرت إلى موضوع التجار،
هنا سؤالي لك ليس عن من يتحمل المسؤولية، باعتقادك من هو إذا كان المواطن هو المتضرر من هذه الأزمة وهذه المشكلة، من المستفيد منها؟ أعتقد أن المستفيد نعم أسمعك، تفضل حمزة. طيب في مشكلة يمكن حمزة، نعود للاتصال. منير من الرياض، أهلا يا منير. السلام عليكم. وعليكم السلام منير، تعتقد من المستفيد من هذه الأزمة، أزمة غلاء الأسعار؟ والله أزمة على الأسعار تجار الحروب، تجار الحروب هم المستفيدين من غلاء الأسعار، والضحية أنا وأنت المواطن البسيط. هؤلاء تجار الحروب وحوش المفترسة الذي تنهش في جسد البلد سبحان الله، يعني يخلي نفسه محل المواطن هذا البسيط، سيعرف ماذا تعني له البلد، ماذا تعني له غلاء الأسعار، ماذا تعني له انقطاع الكهرباء، ماذا تعني له. لكن ايش عليهم يعني؟ يتاجروا بدماء الناس وهم جالسين مرتاحين، والضحية المواطن البسيط الذي يعني ما يلاقي قوت يرمى. انا لما شفت التقرير والله العظيم على قناتكم ان انا بكيت قسما بالله. احنا في المهجر نعاني، واهلنا في الداخل نعاني، والمستفيد من؟ مستفيد انا، المستفيد انت، المستفيد تجار الحروب الذين طلعوا لنا، لا نعرف من وين طلعوا هؤلاء الوحوش يفترسوا البلد. يعني هو الوضع نفسه محل، والله العظيم قسما بالله انا لما اشوف يعني حاله، والله حاله يرثالها والله العظيم. بس فعلا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلا شكرا لك منير، كان السبب. شكرا لك، شكرا لك منير. فعلا يعني ما عرض على الشاشه وشاهدته في التقرير ربما جزء بسيط يعني من المعاناه، الوضع أسوأ في الداخل. شكرا جزيلا لك. عن نفس الموضوع وصلتنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك مجموعة من تعليقاتكم، نقرأ بعض منها نتابع. أمين صلح، رسالتي وهي متضمنة بما يخص التلاعب الحاصل باليمن، ما يخص التلاعب بالعملة الوطنية، وهي هناك أن الديناصورات أصحاب شركة صرافة والبنك اليمني الدولي نما هم من يتلاعب بالعملة، وكذلك من جهة أخرى تسعى إلى سحب العملة الوطنية خاصة فئة 1000 ريال، مما يؤدي إلى جشع وطمع التجار برفع الأسعار، فلا حسيب ولا رقيب، والمواطن لا يسمن ولا يغني من جوع. طبعا نحن نقرأ التعليقات كما تصل بدون أي تعديل فيها حتى بأخطاء الإملائية. تعليق آخر أيضا، كان هذا التعليق الأخير. طيب في المحور الثاني من حلقة اليوم خصصناه لمناقشة المعاناة التي يعيشها المغتربون اليمنيون في المملكة العربية السعودية، خصوصا حاملي وثيقة زائر، نظرا للقيود التي تقتضيها منهم الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الإقامات المؤقتة. فهناك مئات الآلاف من اليمنيين ممن تم تسوية أوضاعهم بناء على قرار ملكي مع انطلاق عاصفة الحزم لاستيعاب المتواجدين في المملكة والقادمين إليها نتيجة ظروف الحرب والانقلاب. نذهب لمتابعة تقرير يتناول وضع المغتربين من حاملي هوية زائر، ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم وعرض أيضا ما وصلنا منكم من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل المختلفة. نتابع. أكثر من 450 ألف مغترب يمني صدر قرار ملكي بمنحهم هوية زائر ليتقنن وجودهم في المملكة العربية السعودية على إثر التدفق الذي حصل إبان الانقلاب وبدء عاصفة الحزم. هوية زائر بحسب حامليها تحول دون قدرتهم على زيارة أهلهم، فبعضهم لم يرى أطفاله منذ 5 سنوات وربما أكثر، وضع يحدث معاناة نفسية وعائلية لدى المغترب العاجز، فهو يعيش بين نار الغربة وجحيم الشوق لأسرته، وبينهما يربطه مقر رزقه بالبقاء ليحقق الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لأطفاله. من جهة أخرى أعلنت وزارة المغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنية في السعودية تسهيلات من شأنها تيسير حصول حاملي هوية زائر على بطائق الإقامة النظامية، إلا أن تعقيدات الإجراءات المطلوبة منهم كفئة خاصة تجعل من مسألة حريتهم في العمل والانتقال مهمة صعبة، ناهيك عن أن فكرة الخروج لزيارة أهلهم تعتبر خروجا نهائيا وفقدانا لفرصة العمل.
نستقبل الآن اتصالاتكم ومشاركاتكم المباشرة عبر الهاتف وأرقام البرنامج، وأيضا حول ما عرض من مادة التقرير الذي صور وضع المغتربين حاملي هوية زائر ومعاناتهم والظروف التي يعيشون. لدينا اتصال من الأخ يحيى يوسف، أهلا بك يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام، أتمنى عليك يحيى فقط أن تسمعني من صوت الهاتف وتخفض صوت التلفزيون لو تكرمت في ملاحظة للجميع المتصلين. والله احنا نحمل هوية زائر ونريد أقايم رسمية نروح لليمن، أهلنا في اليمن، وإحنا احنا هنا من 4 سنة ومن 5 سنة ما نقدر نروح ولا نجي. طيب هذه المشكلة ولا احنا ما. طيب يحيى، بما أنك أنت تحمل هوية زائر والآن تتصل من المملكة العربية السعودية، فقط حتى نشرح ونوضح للناس، ما الذي يمنع أن تتحول هوية زائر إلى هوية مقيم بشكل رسمي؟ ما الذي يمنع؟ هل هناك عوائق معينة؟ لا، ما في أحد يمنع. طيب لماذا لا تحول يعني معاملتك من هوية زائر إلى مقيم؟ لسه باقي، يقول لك رحلة اسمها هذه الله نسيت اسمها الإقامة. الله روح عند علي الأياشي القنصلية. ايوه. وأنا نبغى يعني أقايم يعني أقايم رسمية، يعني نبغى الآن نبغى نروح اليمن نشوف أهلنا. والله نحن من أربع سنة ومن 5 سنة ما نقدر نروح. طيب كان هناك حديث يعني الفترة الماضية عن أنه أصحاب هوية زائر في إمكانية أن تنقل معاملاتهم ويصبحوا لديهم هوية مقيم بشكل رسمي، لماذا لم تصحح وضعك؟ والله أنا مصحح يعني، عندي البطاقة الرابعة هوية زائر، عندي البطاقة الرابعة طلعنا الرابعة، بس الأقايم الرسمية لسه باقي ما طلع. طيب شكرا لك يا حي يوسف، فقط استغلالا للوقت لدينا اتصال آخر من المملكة العربية السعودية المدينة المنورة الأخ خالد، أهلا خالد. السلام عليكم أستاذ سامي. وعليكم السلام، تفضل خالد. كيف حال الأستاذ سامي؟ الحمد لله، تفضل. يا أستاذ احنا مشتاقين للأهل، نرجو الدعوة إلى الحكومة الشرعية أن تقف جانبنا، نحن لدينا أهل نبغى نسافر يا أستاذ سامي. طيب الآن خالد هذه فرصة أنك يمكن يسمعوك المعنيين المسؤولين، واحتمال بعد قليل ينضم لنا وزير المغتربين. أنا أسأل الحكومة الشرعية أن طيب. تقف بجانبها وإحنا أبنائها. طيب حتى تستفيد من الوقت الآن ونستفيد جميعا، اشرح لنا ما هي المعاناة من تحويلكم من هوية زائر إلى هوية مقيم، ما الذي يمنع؟ يمنع هوية زائر يا أستاذ سامي سبب يعني في مشاكل يعني في هوية زائر، من حيث في مشاكل كثيرة هوية زائر عن المواطنين اليمنيين. ثانيا ما يلتزموا بالتصحيح، في ناس تصحوا بعضهم خرجت هوية زائر وبعضهم ما خرجت في دفع. طيب. يعني ما في نظام. طيب خالد، ما ندري كيف. طيب خالد هل هناك الحكومة الشرعية توقف بجانبنا؟ طيب بجانبنا وتساعدنا. طيب المفروض على الحكومة الشرعية. طيب خالد هل كان هناك مغتربين في المملكة العربية السعودية لديهم هوية زائر صححوا أوضاعهم وأصبح لديهم هوية مقيم؟ لا أبدا، ما قد سمعنا هذا الخبر. طيب طيب الآن وزير المغتربين سينضم إلينا بعد قليل، ما هي الرسالة التي تريد إيصالها؟ أنا أوجه المدير المغتربين أن يوقف بجانب أبنائنا وأخواننا المغتربين، وإحنا فاقدين للأسرة، أن يوقف ويتواصل مع المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية. طيب. ويشوفوا لنا حل. طيب شكرا لك خالد، اتصال آخر لدينا أيضا. أمير. السلام عليكم. وعليكم السلام أمير. كيف حالك في سامي؟ الحمد لله. أخ أمير، هل هناك يعني أعباء مالية لمن يملك هوية زائر إذا أراد أن يحولها إلى هوية مقيم بشكل رسمي؟ ما الذي يمنع؟ هذا ما الذي يمنع ما يقدر، على أساس أنه إذا في مؤسسات وناس يعني مثلا إذا المؤسسة تقدر تحول إلى هوية مقيم فضروري. أخ أمير اسمعني من الهاتف. طيب عن نفس الموضوع وصلتنا تعليقات منكم من خلال صفحات البرنامج على الفيسبوك، نشاهد بعض منها وأدعوكم للمشاركة والتفاعل معنا على صفحة برنامج المنصة قناة بلقيس.
صدام محمد يقول كما كتب، يعني نقرا التعليقات كما مكتوبه، نشتي خروج وعوده لاصحاب هويه زائر، ما يسمحوا لنا بالخروج، اللي يخرج ممنوع يرجع، يقصوه في الوديعه، يقصوا يعني الهويه في الوديعه، والله ظلم الناس مزوجين لهم سنين من عيالهم. صدام محمد. تعليق اخر، منير عبد القوي المخلافي يقول لا يوجد توضيح من السفاره ما بعد تجهيز الجوازات، كل افراد زائر لديهم جوازات ولكن لا يستطيعون السفر، من اراد ان يسافر لا يستطيع العوده الى المملكه، هذا وجه من المعاناه. تعليق اخر، واحد اسمه حساب جديد يقول انا حامل هويه زائر وطالب واناشد من حكومتنا السعوديه واليمنيه سرعه اصدار هويه مقيم لكي نستطيع ان نسافر الى اهلنا في اليمن. ياسين المسوري، المشكلة هي نبغى يعني خروج وعود لأصحاب هوية زائر لنا من 3 سنين. تمام، أنا قد في معه كلمة سعودية أخي ياسين، وعدو ما طلعتش هوية مقيم. طيب، عن معاناة المغتربين وما يترتب عن وثيقة زائر، أيضا وصلتنا مقاطع من بعض المشاهدين. طيب، معي اتصال قبل أن نذهب الواتساب. ألو، أخ مصلح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي مصلح، تفضل. يا أخي كان نتكلم عن المشاكل هذه حق هوية زائر. تفضل، أسمعك. نبغى يا أخي يسووا لنا خروج وعودة، والله لنا هنا فترة طويلة، هذه هي المشكلة الوحيدة. طيب الآن ما المطلوب من السلطات السعودية حتى تصبح معك هوية مقيم رسمي؟ يعني هل هناك شروط موضوعة من قبل السلطات السعودية حتى يتم تصحيح الوضع من هوية زائر إلى مقيم؟ ما المطلوب يعني؟ هذا هوية زائر تحويلها، لا حتى الآن السعودية ما قد أعلنت، لسه الحكومة اليمنية تعلن، ما قد سمعنا أي خبر أو أي إعلان من الجهات الرسمية السعودية. طيب، بالنسبة لما كان يقال يعني خلال الفترة الماضية أنه مطلوب أن يكون لديكم جوازات والإعلانات التي كانت تصدر عن وزارة الداخلية السعودية، أين ذهبت هذه الوعود؟ طلعنا الجوازات، الجواز له من نحن استلمته 5 أشهر، لحد الآن ما في ولا أي خبر. الهوية زائر بطاقة مجددة، كل شيء مزبط، باقي يعني يشوفوا يسووا لنا بس. طيب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. شكرا حمد. شكرا لك. عن معاناة المغتربين وما يترتب عن وثيقة زائر، وصلتنا مقاطع من بعض المشاهدين عبر الواتساب، نتابعها ومن ثم نعود لاستقبال مشاركاتكم على أرقام البرنامج، نتابع. أعتقد أن حامل هوية زائر فعلا بيعيش معاناة متعددة الألوان، فهو يعيش تحت التهديد بالتسفير في أي وقت، هو لا يستطيع أن يأتي ولا يستطيع العودة مثلا إلى اليمن لزيارة أهله وأقاربه، لأنه سيكون خروج نهائي، إضافة إلى ربما أنه الرسوم التي ربما يدفعها ما بين كل آونة وأخرى في سبيل تجديد هذه الهوية، هوية زائر أو الإقامة، فهي معاناة يعني مستمرة، الكل يعانيها ويعايشها، بحيث لا يعطي ايضا، لا يسمح له بالعمل في ظل هذه الهويه، هويه زائر او الاقامه، اقامه زائر، مما يستدعي ان يتم المعالجات يعني وحلول لمثل هذه الاشكاليه، توقف هذه المعاناه التي يعانيها العديد من اليمنيين في الخارج. معاناة هوية زائر هي أنهم لا يستطيعون الخروج من المملكة العربية السعودية، ويكونون بين خيارين، إما المكوث في المملكة العربية السعودية أو الخروج النهائي. ثانيا، التكليف مستمر لفترات قصيرة، وهذا ما يتطلب من حاملين هوية زائر العمل المستمر لتسديد رسوم التجديد. ضف إلى ذلك الآلية المتبعة في عملية التكليف. والله إحنا نعاني من بطائق زائر، ما فيش واصل ما فيش، ونبغى عكايب رسمية فيها خروج وعودة، نبغى نروح عند أهلنا نشوفهم، احنا لنا من 4 سنة هنا، وباقي الناس من 5 سنة،
موجودين هنا معهم بطاقة زائر. إذا تابعنا مشاركاتكم التي وصلتنا عبر خدمة الواتساب، نعود لاستقبال مجموعة من الاتصالات، ولدينا اتصال من الطائف الأخ أحمد. أهلا أحمد. أحمد صالح من الطائف تسمعني؟ فقدنا الاتصال. طيب اتصال آخر من جدة، مختار علي. أهلا يا مختار. أهلا حبيب. تفضل مختار اسمعك. والله يا الحبيب لي 5 سنوات لا عرفت البيت ولا أهلها. طيب مختار، هل هناك لكم محاولات يعني مثلا للتواصل مع السفارة اليمنية القنصلية لإيجاد حل لهذه المشكلة؟ هل هناك تجاوب من المعنيين والمسؤولين اليمنيين في السعودية؟ يا صاحبي والله ما حد يشوفك ولا حد معبر لك ولا حد داريبك إنك حي إنك ميت، وأقسم لك بالله من مسك المنصب ما يشوف اللي بعده المساكين والمظالم، أقسم لك بالله. طيب يعني نحن مبهذلين مبهذلين لا الآخر، الثاني مبهذلين، لا هوية زائر الرابعة جاءه والشرطة كل يوم تودينا للسجن ترجعنا، ندخل كل يوم السجن ورجعنا، لا ندلونا هوية زائر الرابعة ولا انهم فكوا لنا طريق يقول لنا روحوا خلاص يئسنا، ما فيش بيني وبين القناة الا خيط واحد، 5 سنين ضايع لا شغل ولا في إقامة معنا ولا تركوا لنا حالنا بطريقة، كيف نسوي؟ طيب مختار، لماذا يتم القبض عليكم من خلال السلطات السعودية وإيداعكم السجن؟ لأن الإقامة، لأن النسخة الثالثة منتهية، وجددنا قبل شهرين، لحد اليوم يقولون لنا بريد واصل غير موجود، عادوا ما نزلش بريد واصل لنا شهرين. طيب يا جماعة احنا مسددين ومجددين ما نشتي إلا حقنا الإقامات، قالوا كن نظامي، قلنا لهم كن نظامي، ورحنا للترحيل ورجعنا من الترحيل ثاني مرة يخدقونا. يا جماعة طيب ندلونا حقنا الإقامات، لا السفارة تابعة ولا المسؤولين تابعوا، واحنا في حالة لا يعلم بها إلا الله، خلاص. خلاص طيب. نحن منهارين سواء باليمن سواء بالغربة، ما فيش فائدة معنا. طيب مختار، أن تقول أنه يعني لك 5 سنوات بهذا الوضع هوية زائر، هي هوية زائر لم تكن موجودة من قبل، هي بدأت مع عاصفة الحزم من قبل يعني، وبعد عاصفة الحزم أصدرت قرارات داخل المملكة العربية السعودية بأنه من هم مجهولين سيتم تحسين وضعهم ومنحهم هوية زائر. هل حصل أنه البعض ممن كانوا مجهولين وحصلوا على هوية زائر تم تصحيح أوضاعهم؟ يا اخي خلاص نحن مقتنعين نقترب نزيد باقي العمر كله، طيب يندلون النسخه الرابعه اقل حاجه يفكونا من الدوريات اللي كل يوم تمسكنا بس. طيب شكرا جزيلا لك مختار، ان شاء الله تصل رسالتك. اتصال اخر، الاخ محمد العباس او محمد عباس. اهلا محمد. اخ محمد، طيب اتصال من الخبر المملكة العربية السعودية الأخ أحمد، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أستاذ سامي كيف حالك؟ الحمد لله. يا أخي بالنسبة للسفر، ألو أسمعك، تفضل أسمعك. يا أخي بالنسبة لهوية زائر، أنا أعتقد أن القصور بعيد للسلطات، عندنا للسفارة اليمنية، التقصير من السفارة اليمنية مش من المملكة. المملكة في كان أمر سامي من خادم الحرمين الشريفين بتسوية أوضاع اليمنيين بهوية زائر. الآن كلها من معه هوية زائر هنا في المملكة بكامل حرية يشتغل في أي مكان. في تسهيلة في الموضوع هذا. في أمر ثاني كان على أساس أنه تسوية إيش أوضاع الهوية الزائر باستخراج الجوازات. تم استخراج الجوازات. النقطة الأخيرة هذه المفروض تتابعها السفارة، وين وزير المغتربين؟ وين السفارة؟ وين القنصلية؟ الإشفاق هنا على الناس اللي صح تكلموا لهم من 2 من 3 من 4 مش قادرين يخرجوا إيش؟ خروج عودة، لأنه إذا خرج ما يستطيع يرجع. شوف يا أحمد أنت كلامك كلامك جميل. طيب أحمد أنت كلامك جميل يعني، ومشاركتك مفيدة يعني، وأنا أتمنى من كل المشاهدين يكون مثل أحمد. أنت تقول أن كانت هناك أوامر ملكية سعودية بتصحيح أوضاع اليمنيين المجهولين تحت مسمى هوية زائر، وأن يتم إصدار جوازات لهم ومن ثم تصحيح أوضاعهم. تقول أن التقصير من قبل السلطات اليمنية ومن يمثلنا كيمنيين في السعودية، السفارة والقنصلية. طيب الأوامر الملكية هذه ما أنك أنت مطلع عليها، على ماذا كانت تنص؟ يعني هل هناك سهولة وبساطة في الإجراءات من قبل السعوديين حتى يتحول المعاملات من هوية زائر إلى هوية مقيم بشكل رسمي، أم الأمور معقدة؟ لا، هنا بالنسبة لهوية زائر أخسامي، هوية زائر 450 ألف شخص حسب آخر إحصائية،
كم العدد؟ تمت بكل سلاسة 450 ألف تقريبا. 450 ألف يمني، أيوة تمت بكل سلاسة. كل من صحح وضعه الآن يشتغل بكامل الحرية وبكل سلاسة يتنقل من مكان الآخر. لكن موضوع اللي تم على أساس أنه سيتم إيش تحويل هوية زائر إلى إقامة، كان هناك أمر من الجوازات استخرج اليمنيين الجوازات. الآن النقطة اللي ندور حولها هي وين وصلت النقطة هذه؟ هذا المفروض يجيب عليها وزير المغتربين والسفارة أنها سفقت الجوازات على أساس أنه بموجبها سيتم تحويلهم من هوية زائر إلى مقيم رسمي. هذا السؤال توجهه أنت أخ سامي، نحن ننتظر وزير الآن نحاول التواصل مع وزير المغتربين وإن شاء الله نجد. القصور مش من السلطات السعودية، التقصير من عندنا يا أخ سامي. طيب شكرا لك وإن شاء الله سنحاول. معنا اتصال آخر من المملكة العربية السعودية، الأخ عطشان. أهلا أخي عطشان، إن شاء الله ما أكونش غلط بالاسم، تفضل أخي. ألو. طيب اتصال من مكة الأخ منصور، تفضل أخي منصور. السلام عليكم ورحمة. وعليكم السلام. والله بالنسبة لهوية زائر لنا حوالي سنتين أو سنتين ونص، ولا الجهة المعنية ولا سولت لنا أي حاجة. طيب إيش اللي عملته أنت يا منصور؟ هل رحت طلعت جواز، رحت تابعت وزارة الداخلية؟ نعم حجزت طلعت جواز وجواز استلمته، ولكن وعدين على أنه في إقامة نظامية ولحد الآن ولا في مشوفناش أي بصيص أمل. طيب من قبل طيب منصور منصور لو سمحت يعني اشرح لي الخطوات اللي قمت بها، يعني ايش اللي عملته من خطوات؟ الخطوات اللي قمت بها ولا بدا سجلنا في اسمه في حجز الجوازات، وتم ورحنا للسفارة اليمنية في مركز الشميسي، سلمنا هناك من 420 ريال حق قيمة الجواز، وبعدها أعطانا موعد بعد شهر 6 استلم جوازك، وجينا بعد شهر استلمنا الجواز، وقلنا حوالي اليوم شهر وشوية من يوم استلمنا الجوازات ولا خبر. طيب هل هناك مثلا يعني السعوديين محددين أي إجراءات معينة أنه بعد أن تحصل على الجواز تروح جهة معينة تعامل؟ هل هناك شيء؟ في قولوا على أنه تحجز على مؤسسة أو شركة أو أي عن طريق خدمة موقع أجيها، ولكن ما نعرف لحد الان ما هي الخطوات. وبعض الناس متشائمين من اسمع من خدمه اجير هذه المؤسسات والشركات، لان اقول لك بعض اكثر المؤسسات شرح الأموال. طيب السفاره اليمنيه في الرياض كم ياخذوا منكم تكلفه الجواز السفاره في الرياض؟ والله 400 ريال ما يقابل بسند رسمي تدفع 400 دولار بسند رسمي عليه الطير الجمهوري 400 ريال تدفع؟ ايوه بسند رسمي. كارثه. شكرا لك. اتصال اخر. اتصال اخي اخر من الاخ هزاع سعيد من المملكه العربيه السعوديه، تفضل اخي هزاع. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام. نناقش مع هذا وزير المغتربين اللي قال عليه سامي النبيه. انت على الهواء. انت على الهواء لان نتناقش انا وانت، وان شاء الله ننقل رسالتك لوزير المغتربين. تفضل. يا أخي نشتي نناقش مع السلام عليكم. طيب تفضل أنا أسمعك. هذا وضع اللي عليهم بلاغة هروب. طيب تفضل أنا أسمعك اتكلم. اللي عليهم بلاغة هروب إيش بيكون الوضع معهم؟ لا سفر ولا بلاغة ولا هروب، ولا يقدر يشتغل ولا يتحرك. بلاغة هروب من إيش؟ من الكفيل يبلغ عليك ولا تقدر تشتغل ولا تقدر تسافر ولا شيء. طيب النظام السعودي ايش يقول يعني في هذه الحاله؟ ما هو اللي موجود في القانون السعودي؟ هو يعني كان اذا تشتغل يعني برا كفيلك يمسكك ويرحلك، الحين لا تترحل ولا يعني. تم معالجه الموضوع ومراعاه اليمنيين في هذا الجانب ام لا؟ ايوه نشتينا هنا كيف بيكون وضعنا اللي عليهم بلاغه هروب واللي طيب شكرا لك هزاع. والشباب اسالكم في الكنترول الوزير معي على الهواء الآن. أستاذ معالي وزير المغتربين الآن معنا على الهواء مباشرة، أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ علوي.
إذا كنت سمعت معنا تعليقات المواطنين عن ربما كل الاتصالات التي وصلتنا من المملكة العربية السعودية، هناك معاناة لدى اليمنيين حاملين هوية زائر، ما هي المشكلة وما الذي عملتموه في الحكومة لمعالجة هذا الوضع وهل بيدكم شيء؟ والله زي ما شرحنا سابقا أنه كان فخامة الأخ الرئيس في سابقا قد قام برفع رسالة بناء على توصية من وزارة المغتربين إلى خادم الحرمين بهدف إعطاء مزيد من الاستقرار لهذه المجموعة من حاملين هوية زائر بإمكانية منحهم الإقامة النظامية، طبعا كنوع من أنواع منحهم الاستقرار وتسهيل لحياتهم، وفي نفس اللحظة أيضا دعم للحكومة اليمنية التي تخوض صراع مع الانقلابيين، وأيضا خلال المرحلة ما بعد إن شاء الله الانتهاء من الانقلاب حيث تسهيلا للبلد باستيعاب طيب. هذه المجموعة خلال فترة إعادة طيب حلو الأعمار. يعني الرئيس طلب من الملك السعودي إيجاد حل، ما الذي حصل من قبل السلطات السعودية؟ هل تجاوبت؟ هي جاءت الموافقة من مكرمة ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين، وتم الجلوس مع الإخوان المعنيين في المملكة العربية السعودية، وكانت الخطوة الأولى حيث أنه كثير من حاملي هوية زائر لا يحملون جوازات سفر، فكانت العملية الأولى من أجل السهولة في الحصول على الإقامة النظامية هي حصولهم على جواز سفر، ومن ثم بدت إجراءات. طيب حصلوا على جوازات السفر، حصلوا على جوازات السفر، لماذا لم يمنحوا الإقامة الرسمية؟ ليس هي لم يمنح، ولكن هي الإجراءات الأولى كانت الهدف منها هي حصول، لأنه لا يمكن أن تتعامل مباشرة في المراحل الأولى مباشرة بإجراءات الإقامة النظامية، كانوا التواصل مع الإخوان في المملكة أنه يوضع الأسس التي تحدد كيفية الحصول على. طيب معالي الوزير، معالي الوزير حتى استفيد من وقتك، يعني حتى استفيد من وقتك ويستفيد الناس والحاملي هوية زائر، ما هي الشروط الموضوعة من قبل السعوديين حتى يحصلوا أصحاب هوية زائر على هوية مقيم على شكل نقاط؟ معالي الوزير تفضل. الحصول على جواز وماذا؟ مع الإخوان. نعم هذه الإجراءات سيتم وضعها من قبل الجهات المعنية في المملكة، ليس من قبلنا إحنا. معروف أكيد، بس أنت المغتربين أو الحكومة اليمنية. تمام، ما هي، ما الذي وضعه السعوديين، ما الذي وضعه السعوديين من نقاط؟ ما هو هذا، نحن التقينا، خلنا نشرح لك أخي العزيز. طيب اسمعك، نحن نتابع مع الإخوان في المملكة اللي هي ممثلة بمؤسسة الهجرة والجوازات في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل، وقد عقدنا أكثر من لقاء مع الإخوان في عملية التسريع، وهم كانت في عملية إجراءات نظامية تتعلق بهذه الهيئات داخل المملكة وباستمرارية، فبدوا المرحلة الأولى اللي هي بدتها وزارة العمل عن طريق برنامج يربط ما بين هؤلاء الحاملين بطاقة زائر مع المؤسسات والشركات في السعودية عن طريق عرض المهارات وإيجاد حلقة تواصل مباشرة في برنامج كمبيوتر خاص بوزارة العمل، وإحنا الآن نتحرك في المرحلة الثانية اللي هي عملية الحصول على الإقامة عن طريق الكفيل، ونحن نتواصل مع وزارة الداخلية والهجرة والجوازات من شان يوضعوا الإجراءات، وبانتظار الإخوان في السعودية يعلمونا بهذه الإجراءات. طيب كم عدد الآن من لديهم هوية زائر؟ أحد المتصلين قال لي رقم 4. الحصول على جواز سفر هي طبعا الأعداد الآن وصلت إلى ما يقارب 180 أو 170 إلى 180 ألف جواز من 460. كم العدد هو؟ 460 ألف؟ تقريبا 460 ألف هم الحاصلين على هوية زائر. طيب من تم حصولهم على جوازات سفر كم عددهم؟ ما حدود 170 إلى 180، هذا في مراكز جدة والرياض. طيب هل أنتم الآن تنتظروا أنهم حصول الكل ال 460 ألف على جوازاتهم ثم تبدأوا بالخطوة الثانية أم ماذا؟ لا، لم يطرح هذا الموضوع من قبل الإخوان، ولكن كان في المرحلة الأولى هو بهدف إعطاء أكبر عدد ممكن في المرحلة الأولى حتى يبدأ بعد ذلك الإجراءات، ونحن الآن نحاول نشرح للإخوان أنه أيضا عملية الإسراع في إعطاء المنح قد أيضا يساعد في عملية تسريع حصول البقية على جوازات السفر. طيب مع الوزير أيضا في معاناة أخرى، يعني يمكن تكون بسيطة لكنها مكلفة على المغتربين، ليش الجواز ب 420؟ سامعك أخي العزيز. ليش الجواز ب 420 ريال سعودي؟ تكلفة الجواز ب 420 ريال سعودي. طبعا اثناء انت عارفين احنا نتكلم على مرحله حاليه في عمليه الحصول على الجواز، تظل الدوله تظل امكانيات الدوله كلها مؤسساتها مسيطره من قبل الانقلابيين،
وكان أمنية الحصول وضع في الأساس لها أنه يغطي تكلفة هذه المراكز اللي حتقام، وهذه التكلفة اللي هي عملية تجهيز والتجهيزات والإجراءات الكاملة وإصدار الجوازات، وأنك تحول المؤسسة إلى أفراد يشتغلون هنا داخل صنعاء في داخل الرياض، هذه شكل التكلفة. ولكن راحت الحكومة أنه لا يزال تكلفة الجواز الأربعة من العشرين هو أقل تكلفة إصدار جوازات في معظم السفارات العربية الموجودة هنا. طيب سؤال أخير مع الوزير، هل هناك يعني وقت معين حتى تبدأ انتهاء هذه المشكلة ونشهد حلول، أم ربما لا علم لكم بموضوع وقت محدد والموضوع بيد السعودية؟ أقصد لك اللي هي إيش الموضوع مع الوزير الصوت. طيب قطع الاتصال، كان معنا مع الوزير، اتمنى ان شاء الله تكون الرسائل التي نقلها واضحه حول الحلول والجهود التي قاموا بها في وزاره المغتربين. الان نذهب للفقره المخصصه لاستقبال مقاطع انتم صورتموها عن قضايا وابداعات وعن مشاكل تحبون اثارتها او عرضها في البرنامج عبر فقره انت المراسل. هي فقره مفتوحه نستقبل فيها مشاركاتكم على عناوين البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشه. المشاركه الاولى وصلتنا من احد المشاهدين، هي مشهد رمزي يعكس الوضع الذي يعانيه الجنود الذين لم يستلموا رواتبهم منذ 4 أشهر، هو مشهد يمزج بين الطرافة والمعاناة. طبعا مش شرط أن كل المشاهد والمقاطع التي تصل في فقرة أنت المراسل يكون لها علاقة بمواضيع البرنامج، ربما حول أي موضوع أو قضية تعتقد أنها مهمة وتريد أن تشارك المشاهدين هذا الموضوع. نتابع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ادخلونا نطلب الله بعد احوالنا يا بابا. انا يا عسكري ما بنفعل بندور رزقنا يا خلق الله، لا بمعاشات ولا بمعاناش يا خلق الله. تعالوا فينا خير، خليهم يصدقوا علينا فاعلين الخير. ندور معاشات، انا 4 أشهر بغير معاشة، وين المعاشات انا مدري. يا فاعلين الخير ذاحين يصدقوا علينا، ولا بقدر حصلنا 20 ريال من الصبح، 20 ريال. شكرا للقاعده الزعماء الابطال اللي دخلونا في الحرب هذه، شكرا للجميع، شكرا للسيد، شكرا للزعيم، شكرا لعبد ربه، شكرا للكل. اذا كان هذا مقطع، وصلنا ايضا المقطع الثاني وصلنا من المخا من المشاهد ابراهيم عبد الرحمن حسان، صور لنا بهاتفه مقطع مصحوب بتعليقه الصوتي حول مشهد عام لمدينه المخا بعد اندحار ميليشيا الحوثي منها. نتابع. أعرض لكم بعض الصور من الهاتف الخاص من هذه المدينة، من هذا السوق الجميل من مديرية المخا الذي كانت سابقا تحت ميليشية الحوثي واليوم هي مسيطرة عليها التحالف العربي. وانظروا هذه الرصاص بقاية الذي كان هنا من أحد القيادات التي تمارسها الميليشيات الحوثي، والحمد لله تم سيطرة عليها بالكامل. وهناك كان يوجد قناص كمان ذلك، وتم قصفه من عبر الطيران الأباتشي، وتم إسقاط هذا البناء، ولكن التحالف العربي سيعيد بناءه بالكامل ويعيد بناء المخا بالكامل التي كانت هي مدمرة. ونوجه كل رسالتنا لأبناء المخا. إذن هذه مشاركة وصلتنا عبر فقرة أنت المراسل. أذكركم فقط مشاهدي الكرام إنما كنتم داخل وخارج الوطن بإمكانكم المشاركة معنا في فقرة أنت المراسل من خلال تصوير أي مقطع فيما لا يزيد عن دقيقة حول أي موضوع أو قضية تعتقد أنها مهمة وتريد أن تشارك المشاهدين هذا الموضوع، وإرسالها من خلال وسائل التواصل المتاحة لنا سواء عبر رقم خدمة الواتساب أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل من تفاعل وتواصل معنا حول موضوعي هذه الحلقة. في الختام تحية طاقم البرنامج من الإعداد والتنسيق الزملاء وديع عطا وإلهام عامر وأسامة عادل، وأيضا تحية مخرج البرنامج عيسى إسماعيل. شكرا جزيلا لكم، كونوا بخير في أمان الله والمنصة لأن بلقيس صوت اليمنيين.